وفي هذا الصدد يسعدنا أن نرحب بجمعة الزبارقة رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب. أهلا وسهلا بك سيد جمعة. مساء الخير لك وللمستمعين. مساء الورد. هل لك بداية أن تحدثنا عن أهمية إقامة مثل هذه المهرجانات؟ نعم، أنا برأيي أختي العزيزة كما تعلمين الوسط العربي، هذه اللجنة يعني لجنة إفشاء السلام هي بصراحة فكرة نبيلة قاموا بها الأخوة القائمون عليها في لجنة المتابعة. يعني هذه لجنة من منبثقة من لجنة المتابعة ويرأسها سماحة الشيخ رائد صلاح. إفشاء السلام يعني نحن أحوج ما يكون في هذه الفترة بالذات بعد العنف المستشري في الوسط العربي، وكما تعلمين الناس يعني تقتل بشكل يومي أحيانا بسبب أحيانا بدون سبب أحيانا بخطأ، ونحن كلنا يعلم الوضع. الدولة والحكومة هذا يعني بالأساس مقصرة بشكل واضح وصريح في موضوع سواء جمع السلاح سواء وقف العنف الذي يجري. وفي هذه الفترة كلنا يعلم الوضع وكلنا يشرح عنه وكلنا يتحدث عنه بإسهاب، ولكن يبقى السؤال الكبير، ما العمل؟ العمل أنا برأيي ما قام به لجنة إفشاء السلام هو يعني خطوة في الاتجاه الصحيح، وهو مشروع كبير ومشروع متشعب، يعني يبدأ من الحارة وحتى الشارع ومن المدرسة حتى الجامعة ومن البين، والتشديد على قضية التربية وقضية الإرشاد وقضية مراقبة الأبناء، وهذا أنا برأيي مهم جدا في بالذات في هذه الفترة العصيبة التي نمر بها. فبرأيي هي خطوة نبيلة وخطوة ممتازة. هذا بالإضافة إلى يعني هذه اللجنة تقوم وقامت بالأمس كما تعلمين الأول بزيارة 15-17 قرية وإعطاء الهدايا ومعايدة الناس والالتقاء معهم وحثهم على إفشاء السلام وحثهم على محبة بعضهم البعض. فأنا برأيي هذا مهم جدا وهي خطوة في اتجاه كلنا يريد، وعلينا أن يعني أنا أريد أن أستغل منصتكم الكريمة بأن أتوجه إلى الجميع أن يضع أن نكون متكتفين بيد واحدة من أجل توجه شعبنا. وأنا برأيي شعبنا طيب، يعني قضية العنف التي المستشري عندنا هي قضية دخيلة يعني على مجتمعنا. نحن لسنا مجتمع، أصبحنا مع الوقت مجتمع استهلاكي، يعني هنالك من يطلبون الخاوة، هنالك من يدفعونه ومن الخاوة، وهناك من يتعاملون بالربا وكل الأشكال التي هي غريبة عن مجتمعنا. نعم سيد جمعة، يعني رأينا كيف كان النقب هو الأكثر تضررا من سياسة الحكومة الإسرائيلية، ونحن الآن على أبواب انتخابات كنيسة 25. يعني من خلالك نريد أن نجس نبض أهالي النقب بالنسبة للانتخابات. الانتخابات يعني هو شيء طبيعي على فكرة، يعني أكثر عنف هو موجه من قبل المؤسسة، من قبل الدولة. حرث المزرعات هذا أكبر عنف، هدم البيوت عنف، التضييق على الناس في النقب بشكل يومي هذا أكبر عنف، الضغط الذي يعيشه الشاب العربي أو النقباوي أو العربي بشكل عام هو أحد أشكال يعني الضغط هذا، سواء الملاحقة في بيته يهدم بشكل صحيح يومي. لذلك أسألك، هل تعولون على الانتخابات المقبلة؟ هل تعولون بتغيير في صناديق الاقتراع ربما يؤثر على سياستكم واتجاهكم؟ سيدتي العزيزة، الاقتراع والانتخابات هي شكل واحد من أشكال النضال. نحن بالأساس نعول على إرادة وصمود شعبنا، نعول على صبر، نعول على حقنا المشروع في أن نعيش في وطننا، وليس كما يخططون لنا في المكاتب الظالمة. يعني يخططون لنا أن نكون على أقل رقعة من الأرض، أكثر عدد من الناس على أقل رقعة من الأرض. هذا بحد ذاته يخلق نوع من الضغوطات للشاب الموجود في الشارع ويؤدي إلى العنف. عدم توسيع المخططات الهيكلية للقرى يؤدي إلى العنف، ولكن هذه يعني أشكال من أشكال المطالب أو المدنية التي تحل في المؤسسة التي تسمى برلمان، وهذا انتخابات، وعلينا أن نخرج ونشارك في الانتخابات بأكثر عدد ممكن
صحيح، ولكن هذا لا يكفي لوحده، يعني الكنيسة أو البرلمان لا يكفي لوحده، علينا أن نناضل وأن نصمد وأن نخطط مستقبلنا بأيدينا، وليس يعني في وزارة الداخلية موظف صغير يقوم بتخطيط لمستقبله. نعم، رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب جمعة الزبارقة، شكرا جزيلا لك.